تلك الشيطان تاني توما تلا كنفصلو ديال الشيطان ماشي يمكن ليه حتى هو نجيبو جن راه هادي الدهاءات خاوية. السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد مع قناة إل أوديو سي تي في. كما شفتوا تاني هاد عبد الشيطان وهبي وزير الدل المغربي كل مرة كيخرج علينا بخرجات يعني ديال بني قريضة. مؤخرا انتم مشتوق لك سيدي حقا جوج الناس هو باغي شرعا لذاك الشيء اللي هضر عليه شحال هادي، يعني نشر الزنا والفواحش والناس يمشيو للوطيلات والفنادق، يعني الفنادق ديال الحمير يمشيو لها الناس وملوطيل ما يقولش لشي واحد اراك غير صداق او لعقد القران او لعقد الزواج او لشي وثيقه كتدل على انك راجلها. يعني هاد عبد الشيطان ولا عبد الطيشان وهبي وزير الدول المغربي باغي يوصل لهاد النقطه هذه بالضبط لينشر الفواحش. سمعوا على اين سمعوا في هاد اللقطه؟ حين وجد امراه ورجل داخل البيت ماشي كاين لنا جريمه تلك الشيطان تاني توما تلا كنفصلو ديال الشيطان ماشي يمكن ليه حتى هو نجيبو جن راه هادي الدهاءات خاويه. كما سمعتوه كيقول لك يعني يجيبوا لي شي دليل ما دليل ما عطاش من دليل وكملوا وجملوا في الاخر بعظمة لسانه يعني كيستهزئ بالحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ما خلا رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. قال لك جيبوا لي البطاقة الوطنية ديال الشيطان، يعني مادام الشيطان ما عندوش البطاقة الوطنية هو هاد وهبي بحد ذاته شيطان ناطق، يعني بالعربية والتعربت، يعني هادشي راه غير الهراء والخزعبلات، يعني شي حاجه سميت يعني السيد ما كيامنش بالغيب، يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كيامنش به، ما كيامنش بالغيب اصلا، والاسلام ككل لا يؤمن به. راه هادو هما العصابه والشرذمه اللي متحكمه في المشهد السياسي المغربي، المشهد السياسي والاعلامي والتعليمي والثقافي محكمين فيه هاد بني قينقاع احفاد ابي بن سلول واحفاد عبد الله بن سبا. هاد الناس هادو راه عندهم اجنده وخدامين عليها. راه صدق الشيخ ابراهيم بقلال عندما وصفهم بالشردمه ووصفهم بالحتاله ويعملون لصالح اجنده خارجيه. يعني هاد الناس هادو راه باغيين يدمروا البلاد ويديوها للهاويه، فعلى المغاربه ان يكونوا على بال. راه هذا هو المذهب ديال العلمانيين، راه يكذب عليكم كذاب اللي يقول لكم انا راني علماني ومسلم. علماني راه المعنى ديالها انني ارفض شرع الله وارفض تعاليم القران وارفض تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعنى ديال العلمانيه. راه ما كاينش العلماني، راه هو الملحد، والملحد والليبرالي، والليبرالي هو العلماني، والعلماني هو يعني الماركسي، مخلطه ومجلطه بما فيهم هاد الناس اللي خرجوا دابا من السجن. حنا كنا كنتمنوا اللي ما يكونوش في السجن بطبيعه الحال ودافعنا عليهم، ولكن دابا مادام هما خارج السجن ضروري نهضروا عليهم ونقولوا لهم راه هما علمانيين ماركسيين تلاحده يدافعون على مبدا الرفاق، وراه هذوما اللي كانوا كيتعدوا علينا كطلبه في الجامعه بالسيوفة وبالجناوه وبالمضاوه وبالمناجل الى اخره. راه هما هادو بالضبط. على اين وهبي اللي كيستهزئ بالحديث كما سمعتوا بودنيكم، يعني باغيين يديروا الاباحيه في البلاد وما بقاش شي حدود، ما يبقى لا حلال ولا حرام. وراكم سمعتوهم اللي صرح شحال بهذه وقال لكم المراه اللي بغات تجيب صاحبها للدار وهي مجوجه هو كيحميها، والراجل اللي بغى يجيب صاحبه للدار مراته ماشي شغله فيه هو كيحميه، هو جا باش يحمي العلاقات الزنائيه بالعربيه والتعرابت. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك اياكم والدخول على النساء، يعني حذاري ثم حذاري ان يجي بنادم اجنبي يدخل على النساء. واحد الصحابي قال أرأيت الحمو يا رسول الله؟ يعني الحمو هو القريب، يعني أخو الزوج أو عمه أو خاله أو شي حاجة هكا. قالوا أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قالوا ذلك الموت. علاش النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحمو الموت؟ الحمو هو أخ الزوج أو خاله أو عمه، المهم القريب اللي كيكون ضاصر ديما داخل خارج. قالوا هذاك هو الموت بعينه، هذاك هو اللي خاصو يبقى بعيد لأنه من الأقارب ودائما يعني يقدر يدخل ويخرج إلى آخره. فإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كيحذر من الدخول على النساء خصوصا أنها ماشي أختك ماشي خالتك ماشي عمتك حرام تدخل عليها، فكيفاش بنادم بغى يمشي للوطيل ويدي وحدة؟ وهبي عبد الشيطان كيقول لك كيفاش هادو كيقول لك ما خلا رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ اعطوني بطاقة الوطني ديال الشيطان باش نعرفوه يجيبوا يشهد.
يعني هو ما كيامنش بالغيب والاحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم ما كيامنش بها. هذا الشيء اللي باغي نوصله لكم. والناس راه داك الشيء راه كيظهر على الالسنه ديالهم. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. راه داك الشيء اللي كيخفيه وما قادرينش يعبروا عليه راه كثار من هذا الشيء. مشكلتنا حنا اكلت الخرطال والشعير واكلت البرسيم واكلت الفصه، ما باغيش نفيقوا من القلبه وكنصوتوا على الاحزاب الباطل، احزاب الشياطين، احزاب بني تلحول اللي كونات لنا فرنسا قبل ما تخرج. كونات لنا الحزب الاستغلال وحزب الاتحاد الاشتراكي اللي هما الشيوعيين الملاحده وخلاتهم لينا وبداو كيفرقوا. دابا هما وصلوا ل 40 حزب، 40 حزب عباد الله تنطوي على الشر المستطير بالمغاربه المسلمين. نتمنوا الفكره والصوره تكون واضحه. وعلى المغاربه علينا ان نعود الى ديننا، خصنا نقراو على الدين ديالنا والاسلام ديالنا ونفهموه اشد الفهم باش حتى واحد ما يجي يبقى يضحك علينا ويمثل علينا هو راه ماركسي شيوعي تلحود وفي الاخر نهار عيد الاضحى وعيد الفطر يلبس لك جليبيه بيضاء وبلغه صفراء وطريبيج احمر ويجي يدير واحد الركيعات باش يدلس عليك يقول لك رانا منك ورانا كامل نامن بداك الشيء اللي كتامن به. هذا الشيء راه ما كاين منه والو. يكفيكم ايها المغاربه شوفوا عيالاتهم كيفاش كيلبسوا، شوفوا بناتهم كيفاش كيلبسوا وغيجي يبان لكم الدليل القاطع انهم لا يؤمنون بالقران بما فيهم المعارضين او الاحزاب الحاكمه. والى اللقاء في حلقه قادمه.